بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سامح درغام. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد إن شاء الله، هنتكلم عن اللينكس واللينكس مينت تحديدا. تابعونا، كونوا معنا إن شاء الله. حابب النهاردة إن أنا إن شاء الله أحكي لكم عن تجربتي مع اللينكس واللينكس مينت تحديدا، وده توزيعة من لينكس اسمها لينكس مينت، توزيعة خفيفة وجميلة إن شاء الله، شبه الويندوز، عبارة عن سطح مكتب وقائمة ابدأ وبرامج زيها زي الويندوز بالظبط. تمام. ايه الفرق بين اللينكس والويندوز؟ اللينكس اولا نظام تشغيل مجاني، بتنزله بالمجان وما بيحتاجش تفعيل ولا بيحتاج سيريال نمبر ولا بيحتاج كراك. تمام. البرامج اللي بتشتغل على اللينكس كلها برامج مجانية، ما بتحتاجش ان انت تفعلها ولا تحتاج سيريال ولا كراك ولا تحتاج اي حاجة. تمام. زائد ان انت على اللينكس ما بتحتاجش ان انت تدور على تعريفات ولا اي حاجة. اللينكس مينت بينزل بكل برامجه، زي ما انتوا شايفين انا نزلت اللينكس مينت، نزل بكل البرامج بتاعته اللي هي الجرافيك، زي برنامج الجينو ايميج، الجيمب اللي هو البديل للفوتوشوب، والانك سكيب اللي هو البديل للإلستريتور، وفي برامج الساوند والفيديو، في عندنا كي دي ان لايف، ده برنامج مونتاج بديل للسوني فيجاس، وعندنا برنامج الفي ال سي، ده مجاني، برنامج مشغل مالتي ميديا، وعندنا الفوكو سكرين، ده برنامج مجاني لتسجيل الشاشة بديل برنامج كامتازيا ستوديو، بديل مجاني البرنامج كامتازيا ستوديو، ده اللي انا بسجل بيه حاليا. تمام. وفي عندنا الاوفيس، في عندنا الاوفيس مجاني اسمه ليبر اوفيس، مجموعة الاوفيس المجانية بتنزل، كل ده بينزل مع نسخة اللينكس مينت. يعني انا بنزل نسخة اللينكس مينت من على النت، بسطبها، بتنزل بكل برامجها بكل حاجاتها. تمام. زي لو انا مثلا عايز انزل نسخة لينكس مينت، بختار لينكس مينت، بختار اللي هي توزيعة السينامون، دي بيقول المواصفات اللي بحتاجها في الجهاز. تمام. بننزل تحت، دي كل المواقع اللي ممكن احمل منها نسخة اللينكس مينت. تمام. بختار اي واحدة فيهم، لو عايز احمل مثلا تور نت او تحميل ايزو، دي كل المواقع اللي انا ممكن احمل منها. مثلا هحمل من هارفارد سكول مثلا انجينير، بيبدأ يحمل معايا نسخة الايزو. هنا النسخة مساحتها هو جيجا وتمانية من عشرة، جيجا وتمنمية. تمام. نسخة اللينكس مينت بينزل معاها الفايرفوكس. تمام. نسخة مجانية متسطبة جاهزة على الجهاز، وزي ما انتوا شفتوا دي كل البرامج اللي نازله على اللينكس، بتنزل جاهزه، ما بتقعدش بقى ان انت تقعد تنزل برامج وتدور على برامج على النت، وتقعد تدور على كراكات تكرك البرامج وتحط لها وتدور على سيريال وبتاع، لان كل دي طرق غير مشروعه، لان انت ما بتشتريش البرنامج ولا بتشتري الويندوز، انما انت عندك النظام اللينكس، نظام بديل ومجاني في منتهى الجمال، بيناسب كافة احتياجاتك. تمام.
على اللينكس مينت في برنامج تحميل مجاني اسمه الفلير جيت، ده بديل مجاني للانترنت اكسبلورر، الانترنت داونلود مانجر، وقوي جدا. اسمه فلير جيت، تمام. بتقوله داونلود الفلير جيت دوت، بيشتغل نسخة للويندوز ونسخة للماكنتوش ونسخة لللينكس. احنا هنقول له داونلود نسخة اللينكس. عندنا نسخة اللينكس، اللينكس مينت والأوبونتو ونسخ الديبيانية كلها بتبقى بامتداد ديب، تمام. لينكس مينت وأوبونتو وديبيان المبنية على ديبيان كلها بتبقى بامتداد ديب، تمام. بتحمل النسخة 32 أو 64، أنا هحمل نسخة 64. والار بي ام ديت للريد هات، نسخ من اللينكس اسمها ريد هات، تمام. ودي نسخ الويندوز ودي نسخة الماك. انا هحمل الديبيان اللي عندي لينكس مينت، فنسخة بامتداد ديب، فبقول له داونلود اللي 64 بت، تمام. وهنا بيجيب لك التحميل في المتصفح، بيحمل وبتسطبه عادي جدا، تمام. في حاجة تانية عايز اقول لكم عليها، زي ما انتم شايفين ان في عندي هنا في الاوفيس ليبر اوفيس، ده بينزل مجانا، اوفيس مجاني بينزل مع اللينكس مينت، تمام. اللي هو ليبر اوفيس بيز اللي هي قواعد بيانات، ليبر اوفيس امبريس اللي هي الباوربوينت، وليبر اوفيس رايتر وبرزنتيشن الباوربوينت، وليبر اوفيس تمام. في برنامج جميل جدا اوفيس مجاني بديل للاوفيس 2016، مايكروسوفت اوفيس 2016. في اوفيس بديل ليه في منتهى الجمال اسمه دبليو بي اس اوفيس، تمام. في عندنا نسخة اللي هي دبليو بي اس اوفيس 2019 ودبليو بي اس اوفيس 2016، الاتنين دول الويندوز، وفي دبليو اس اوفيس فور لينكس، وفي دبليو اس فور اندرويد. ممكن تشغل الاوفيس على الاندرويد الموبايل، وممكن تشغل اوفيس على الاي او اس الموبايل بتاعك، تمام. ده بديل مجاني وقوي جدا للمايكروسوفت اوفيس 2016. فانا هنزل نسخة اللينكس، هضغط عليها، واقول له داونلود، واقول له جيت ناو. هختار هنا لو اي 386 ديب اللي هي ال 32 بت، اي ام دي 64 ديب اللي هي نسخة ال 64 بت، الار بي ام دي نسخة الريد هات، لينكس ريد هات. انا هختار النسخة الديبيانية اللي هي الامتداد ديب، تمام، نسخة 64، واقول له سيف. هلاحظ انه بدأ يحمل في المتصفح نسخة الاوفيس دبليو بي اس اوفيس، مساحتها 200 ميجا، مساحتها صغيرة جدا، وبعدين اوفيس قوي جدا، منافس للاوفيس 2016 بتاع مايكروسوفت، ومجاني وبواجهة جميلة جدا، تمام. زي ما انتم شايفين ال دبليو بي اس اوفيس، في عند البرزنتيشن اللي هو الباوربوينت، والسبريد شيت اللي هو زي الاكسل، والدبليو بي اس رايتر زي الوورد. برنامج في منتهى الجمال وقوي جدا، وفي نفس الوقت مجاني، تمام. زي ما انتم شايفين طيب، في ايه غير ان اللينكس مجاني
واللينكس مينت مجاني، والبرامج اللي عليه كلها مجانية، تمام. وفي عندنا زي ما احنا عرفنا ان في جيمب، برنامج مجاني للتصاميم بديل لبرنامج الفوتوشوب ومجاني. في برنامج الانكسكيب بديل مجاني لبرنامج الاستريتور. في الكي دي ان لايف اللي هو دوت بديل مجاني لبرنامج السوني فيجاس، ده للمونتاج. الجيمب للبيت ماب ايمج اللي هو بديل الفوتوشوب. الانكسكيب فيكتور فيكتور ايمج البديل للاستريتور. الكي دي ان لايف زي ما انتم شايفين بديل للسوني فيجاس والبريمير، ده للمونتاج زي ما انتم شايفين. وفي عندي برضو الجميل ان انت في حاجة اسمها مدير البرامج اللي هو السوفت وير مانجر. انت عندك على الويندوز بعد ما بتنزل ويندوز بتقعد تنزل برامج برامج، بتنزل انتي فيروس، وبعدين بتقعد تدور على برنامج التحميل، وبعدين تقعد تدور على برنامج ال في ال سي، وتقعد تدور على برامج المستر لينكس. ان في حاجه اسمها مستودع البرمجيات او سوفت وير مانجر، عباره عن ان كل البرامج الخاصه باللينكس المجانيه كلها موجوده في مستودع واحد او مكان واحد، ومتفهرسه حسب كاتيجوريز مجموعات. تقدر تنزل البرنامج بالبحث عنه، في البحث هنا بيجيب لك المجموعات الرئيسية، هل هي انترنت مثلا، هل هي ساوند اند فيديو، هل هي اوفيس، هل هي جيمز، هل هي بروجرامينج، هل هي جرافيك، تمام. انا مثلا عايز مثلا لو عايز تجيب مثلا ساوند اند فيديو، بتضغط على ساوند اند فيديو، تمام، بيجيب لك كل برامج الساوند اند فيديو، تمام، برامج المجانية كلها الخاصة بلينكس. تضغط على البرنامج، يعني مثلا في ال سي، بضغط عليه بيجيب لي نبذة عن البرنامج والناس اللي اراء الناس فيه. هنا بيجيب لك زرار اسمه انستول عشان تسطب البرنامج. انا هنا عشان مسطب ال في ال سي، فهنا بيجيب لي لانش وريموف. لو ضغطت على ريموف بيشيل ال في ال سي، لو ضغطت على لانش بيشغله لي. انت لو مش مسطب عندك ال لو مش مسطب عندك ال في ال سي، بيجيب لك هنا زرار اسمه انستول. وهنا بنرجع، لو مثلا انا عايز برنامج مثلا عايز مثلا برنامج فيلير جيت، بكتب فيلير جيت في البحث بيجيب لي البرنامج. هنا برضو عشان انا مسطبه المفروض يجيب لك زرار اسمه انستول، بتضغط عليه بيسطب لك البرنامج. طب انا مثلا عايز اشوف برنامج انا مش مسطبه مثلا، برنامج اوديسيتي مثلا اللي هو بتتحكم في جودة الصوت وبتعمل مونتاج صوتي، برنامج اسمه اوديسيتي، تمام، برنامج اوديو اديتور، تمام. بيجيب لك نبذة عن البرنامج وآراء الناس فيه. وهنا هو البرنامج مش متسطب عندي، لو مش متسطب بيجيب لي زرار اسمه انستول، بضغط عليه بيقول لي الحاجات دي اللي هتنزل على الجهاز، بقول له ماشي كونتينيو. بيقول لي دخل الباسورد بتاع الادمن مست لينكس، ان انت اي حاجة بتسطبها في النظام لازم يطلب الباسورد بتاع الادمن عشان تسطب، تمام. هنا بدأ ينزل لك الاوديسيتي اللي هو برنامج المونتاج الصوتي، الاوديو اديتور، بتتحكم في الصوت وتنقية الصوت وكده، ده برنامج مجاني للينكس برضو. كل البرامج اللي موجودة على السوفت وير مانجر اللي هو مدير البرامج كلها برامج مجانية، عددها حوالي 35,000 برنامج وشوية، يعني كلها برامج مجانية خاصة باللينكس واللينكس مينت. هو هنا بيسطب البرنامج،
بعد ما يخلص هجيب لك زرار اسمه لانش او شغل البرنامج. على ما يخلص زي ما انتوا شايفين ده الفلير جيت، اللي هو برنامج التحميل المجاني، ده بديل مجاني وقوي جدا، بديل للويندوز للانترنت داونلود مانجر، لا بيحتاج سراك ولا كراك ولا اي حاجه خالص، برنامج مجاني وبتحمل بيه الملفات من على الانترنت وفي منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين خلص تصطيب البرنامج، بيجيب لك الزرار اللي هو لانش لو عايز تشغل البرنامج، وريموف لو عايز تشيل البرنامج من التصطيب من لوحة التحكم يعني. تمام، زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل جدا، مفيش بقى ان انت بتقعد تنزل برامج من على النت وتدور عليها على جوجل وتقعد تدور على كراكات، ومفيش ان انت بقى تقعد تنزل برنامج وتقول له نيكست نيكست وما تعرفش تسطب البرنامج وتقعد تدور على شرح للتسطيب. ده كل الحكاية ان انت بتضغط انستول وهو مع نفسه بيخلص من غير ما تعمل اي خطوات خالص. تمام، هتقول له لانش البرنامج. تمام، دي كانت اهم حاجه كنت عايز اوريها لكم بخصوص اللينكس واللينكس مينت، ودي كانت ملخص لتجربتي مع اللينكس واللينكس مينت تحديدا، حبيت ان انا اشاركها مع حضراتكم. ان شاء الله تكونوا استفدتم ويكون الموضوع مفيد ليكم، وان شاء الله تتخذوا القرار بان انتوا تنتقلوا من الويندوز لللينكس، ولان اللينكس مستقره وممكن تقعد عليها مده طويله جدا تشتغل، ما بتهنكش زي الويندوز، ما بتقعش زي الويندوز لما كل شويه بيقع ويجيب لك الشاشه الزرقاء، ما بتحتاجش تعريف درايفرات، ما بتحتاجش سيريال، ما بتحتاجش تكرك الويندوز. اللينكس مجانيه مدى الحياه، واللينكس مينت مجانيه مدى الحياه. ودي كانت تجربتي مع اللينكس واللينكس مينت تحديدا، حبيت اشاركها معاكم، اتمنى تكونوا استفدتم، وشكرا لحسن استماعكم. كان معكم اخوكم سامح درغام، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.